أس الناس بيحبوا الدنيا إلا من رحم الله تعالى، ويحبون الشهوات ويحب وهكذا يحبون العاجلة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون شنو؟ الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما الذي يحب الله سبحانه وتعالى من الخلق فهم قلة من الناس، قلة، وهم المؤمنون الصادقون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد شنو؟ حبا لله. وأي محبوب تحبه بتفارقه، أي محبوب في الدنيا دي تحبه بتفارقه. زول معاك في الفريق وانت طفل بتكبر، ده بخش مدرسة وده بخش مدرسة، ولو دخلتوا ذاته مدرسة سوا في النهاية الجامعة بتفرقه، أو الشغل أو الموت، لو ما تفرقتوا تب شغالين سوا الموت بيفرقه. لكن الذي يحب الله سبحانه وتعالى فإنه في كل الدور يحفظه الله سبحانه وتعالى. في الدنيا بيحفظك وتكون قريب منه، وفي القبر يكلأك أو يحفظك سبحانه وتعالى، وفي الآخرة تجده سبحانه وتعالى. له ملك الدنيا وله ملك الآخرة، الملك ملكه سبحانه وتعالى. قال: المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره، كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه. انت ازي لو عندك أصحاب ذاته، في واحد بتتكيف له شديد يعني تحبه محبة عظيمة، والباقين حتى ده عندك معاه ونسات خاصة دخله في المشاكل بتاعك الأشياء وبساعدك فيها وكذا وكذا، لما نجيك ويجوك معاه ناس انت دائما بتريد شنو؟ تقعد معاه وبراو يعني، في الغالب يعني تلقاك بتحب تكون معاه وبراو. ولله المثل الأعلى، الذي يحب الله ويمتلئ قلبه بمحبة الله تعالى فإنه يميل إلى الأنس بالله وبذكره والعزلة والخلوة بربه سبحانه وتعالى. والزعلة يا جماعة الخلوة ومخالطة الناس، يخلو بربه وتكون له خبيئة من عمل صالح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أعمال صالحة بين الخلق ومع الخلق أنت تخالطهم فيها، كتبليغ الدعوة وكصلاة الجنازة والصلاة في جماعة وكغيرها من وكصلة الأرحام إلى آخر أعمال البر التي تكون في وسط الناس أو مع الناس. يعني أنت ما تتعزل بالكلية، ولا كمان تكون اليوم كله مع الناس، يكون عندك وقت شنو؟ تخلو بربك سبحانه وتعالى. وما في زول فينا يا جماعة إلا عنده مشكلة، في زول في الدنيا دي ما عنده مشكلة بس كده شغلته نظيفة، ما في. طالما عندك مشكلة ما بحل عليك أعظم من الله سبحانه وتعالى، ما في. ولو حل عليك زول ذاته ما بتأمن إنه يمين عليك يوم من الدهر، ما بتأمن، تكون ملاوز وخايف ودار تجازيه، وكان ما جازيته بتقول الزول اللي بينظر لي نظرك، وأشياء كثيرة جدا. والذي يقرأ كتاب الفتاوى الجزء الأول لابن تيمية رحمه الله تعالى يزهد من الخلق بالكلية. كان قريت الكتاب ده بتدبر، تاني ما بتتعلق بأي بشر كائنا من كان، وإنما تتعلق بالله سبحانه وتعالى.